في إطار من الشراكة المستمرة ما بين قطاعات وزارة النقل وخاصة هيئة سكك حديد مصر، والهدف منها تطوير هذا القطاع والتيسير على المواطنين. وعلى هذا قامت شركة تكنولوجيا معلومات النقل ترانس آي تي لصالح الشركة الوطنية لإدارة وتشغيل عربات النوم إرنست بإعداد برنامج حجز متكامل لعربات النوم عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق موبايل أبليكيشن أو عن طريق شباك حجز التذاكر المتواجد بمحطات سكك حديد مصر. ويعتمد هذا البرنامج على عدد من المقومات بدءاً من عملية حجز التذاكر للأفراد والمجموعات وحجز كبائن النوم واختيار نوع الوجبة المقدمة إلى المسافر وعملية إعداد القطار والعربات المخصصة للنوم من قبل ورش الشركة. ويخدم هذا البرنامج قطاع عريض من الأفراد أو المؤسسات وخاصة قطاع السياحة، حيث يقوم المسافر بالدخول إلى الموقع الإلكتروني أو الموبايل أبليكيشن. يقوم المسافر باختيار القطار والميعاد وتحديد محطة القيام ومحطة الوصول وملء بعض البيانات الخاصة بعملية الحجز، على سبيل المثال الاسم الثلاثي والجنسية والرقم القومي أو رقم جواز السفر وتحديد نوع الراكب ذكر أو أنثى وحجز كابينة النوم فردي أو زوجي. ويقوم البرنامج بتوضيح عدد الكبائن والأسرة المتاحة وسعر الكابينة فردي أو زوجي وإمكانية تحديد نوع الوجبة المفضلة له. ويقوم المسافر بعملية الدفع إلكترونياً في حال الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني أو الموبايل أبليكيشن أو السداد نقدي أو ببطاقات الائتمان في حال الحجز عن طريق شباك التذاكر. وبعد عملية الدفع يقوم البرنامج بإصدار التذكرة موضح عليها جميع البيانات التي تم إضافتها من قبل الراكب وموضح بها المواعيد وتاريخ السفر والبيانات الخاصة به عن طريق QR. ويقوم البرنامج بتوجيه عملية الحجز إلى الكاترينج موضحاً بها أنواع الوجبات والأعداد، ويقوم المسؤول بإعداد الوجبات وإرسالها إلى القطار المحدد. وفي نفس التوقيت يتم إرسال عملية الحجز إلى الورش الخاصة بالشركة لتحديد عدد العربات اللازمة وأنواعها وإجراء عملية التجهيز الخاصة بها. ويقوم رئيس القطار بإعداد مضيف لكل عربة ويكون مسؤول عن عملية التسكين الخاصة بالمسافرين. وعند توجه المسافر إلى محطة القيام يتوجه إلى الرصيف المخصص للقطار ويقوم باستقباله مضيف القطار، ويتم التعرف على التذكرة عن طريق قارئ QR وتتم عملية التسكين في يسر وسهولة. مع تحيات شركة تكنولوجيا معلومات النقل ترانس آي تي والشركة الوطنية لإدارة وتشغيل عربات النوم إرنست.